السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوكين وتسهام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير يا ربي بصحه جيده. وتنرحب الناس الجدد اللي عاد انضموا للقناه، وتنشكر الناس اللي تشجعوني دائما. اليوم غادي نحضروا تحليه سريعه التحضير في 5 دقائق. لتحضير هذه التحلية تنحتاجو 4 معالق النشا، السيترو ديال عصير البرتقال، السيترو ديال الحليب، 4 معالق سكر سنيدة، والزبدة مذابة، و 100 غرام ديال البسكوت أي نوعية تتفضلو. غادي ناخد البسكوت كيف ما تتلاحظو، طحنتو وممكن تدقوه ديرو بلاستيكة وتدقوه مزيان. تنضيفو لي الزبدة مذابة، غادي نخلط الزبدة مع البسكوت مزيان حتى تتجانسو ليا. تيجي على هذا الشكل كيف ما تتلاحظوا في الصورة. نمروا الان باش نحضروا العصر البرتقال، الطبقة الثانية اللي غادي نديرو ديال الليمون. غناخذ كاسرونة نوضع فيها نص سيترو ديال عصير البرتقال، نوضع فيها 2 معالق ديال النشا او مايزينا، 2 معالق كبارين. نضيف ليها 2 معالق ديال السكر سنيدة، بالنسبة للسكر سنيدة على حسب الذوق. الا تفضلوا تكون التحلية حلوة زايدة في السكر، ممكن تزيدوا كمية اكثر، ممكن تضيفوا 3 معالق كبارين ديال السكر سنيدة. غادي نستمر في التحريك حتى تتجانس ليا النشا مع السكر يذوبوا مع العصير، ونخليهم على النار، ومع ما نساش تحرك مره. هنا غادي ناخذ الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم التحليه ديالي. غادي نضيف هنا 2 معالق حتى 3 المعالق. وغادي نبقى كيف ما تلاحظوا انا تنضيف وتنقاد فيهم. غادي ناخذ كاس لهذا الشكل ونبقى نضغط باش ياخذ ليا الفورما او الشكل ديالو كيف ما تلاحظوا. تبقى على حسب الكؤوس اللي غادي تستعملوا او فاش غادي تقدموا التحليه ديالكم. انا ضفت المعلقه الثالثه، غنستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكؤوس كاملين. كيف ما تلاحظوا هنا تنستعمل بالمعلقة باش نقاد الجوانب باش يجينا الشكل يكون زوين، وتنعود نضغط بالكأس تجي على هذا الشكل. كيف ما تلاحظوا الكريمة بدات تتعقد لينا. غادي نستمر، ضروري البنات تحركوها مزيان باش ما تكونش لكم هذوك الحبيبات. غادي نبقى نحرك فيها حتى نحصل على القوام اللي بغيت، حتى تتعقد ليا الكريمه، وغادي نطفي عليها ونخليها جانبا. كما تلاحظوا هذا هو الشكل اللي خاصها تكون عليه، ما فيها لا حبيبات لا حتى حاجه. نخليوها جانبا، نطفي عليها ونخليها جانبا، ونمر الكريمه الثانيه. هنا نديرو نفس العمليه، ناخذ الحليب كيف ما ذكرت في الاول، السيترو ديال الحليب، نضيف 2 معالق كبارين ديال النشا او مايزينا،
وجوج معالق كبار ديال السكر سائدة أو سكر حبيبات. غادي نحركهم مزيان حتى تتجانسوا ليا جميع المكونات. نستمر في التحريك، غنبقى نستمر في التحريك حتى تتعقد ليا الكريمه ديالي، ومن بعد عاد نطفي عليها. كما تلاحظوا ها الكريمه وجدات، ما خصناش نغفلو، ما نحبسوش من التحريك، تتكون على هذا الشكل. الان غادي نطفي عليها، نمرو باش نوضعوها في الكؤوس. كيف ما تلاحظوا غادي نقسم الكميه اللي عندي على 4 على 4 الكؤوس، تجي على هذا الشكل. هو السيترو ديال الحليب تعطيني 4 الكؤوس دائما، المهم على حسابكم، ممكن ديروا كؤوس صغار على حسابكم. غادي نوضعها في الثلاجه، نخليها حتى تبرد تعقد واحد شويه، وعاد نمر باش نضيف عليها الكريمه الثانيه ديال البرتقال. بالنسبه لكريمه البرتقال كما تلاحظوا انايا حضرتها هي الاولى، سخنتها شويه، تناخذ معلقه وتنديرها في الوسط باش تنخوي عليها حيت الكريمه سخونه باش ما تخسرش الشكل ديال الكريمه الحليب اللي عندي لتحت. غادي نستمر على هذه الطريقه، وكيف ما تلاحظوا ها انتم الكريمه البرتقال تجي رائعه ما محببه ما والو، الشكل ديالها تيجي رائع رائع جدا ولذيذ. هاد التحليه ممكن تزينوها على حسابكم باي حاجه بغيتو. انا هنا غادي ندير لها شويه اللوز مهرمش ومحمر حمرته، غادي ندخلها الثلاجه، نخليها غير الثلاجه عادي، نخليها حتى تبرد واحد شويه ونقدموها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، نتمنى انكم تجربوها وما تنسونيش بالتعليق ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويدير لي لايك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد في القناه. وخليت لكم رحمه الله، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده، ومع السلامه.